سيد علي 39 سنة، عضو بالنادي الأهلي، مهندس ميكانيكا من 2006. ارتباطي بالنادي الأهلي من وأنا تقريبا 5 أو 6 سنين. احنا اتولدنا على حب النادي الأهلي، يعني انا افتكر ان انا والدي وانا صغير كان 5 6 سنين بياخدني معاه المطوشه، نقعد بقى كل ماتش عندنا للاهلي حفله، الدنيا كلها بتتلم عشان نقعد نتفرج ونبقى مستنيين الميعاد قبليها، ندور على تذاكر عشان نحجز عشان نروح الماتش. يعني انا افتكر سنه 87 كان سيمي فاينال افريقيا النادي الاهلي، جون كابتن محمود الخطيب في الماتش ده انا ما انساهوش لغايه دلوقتي، يعني انا لغايه دلوقتي لما بشوفه جسمي بيقشعر. احنا اتعلمنا من الاهلي كتير وبعلمه لاولادي، او مش بعلمه يعني هم بيكتسبوه مننا زي ما احنا اكتسبنا، زي ما انا اكتسبته من والدي. يعني لما اشوف كابتن ثابت البطل وهو قاعد حاطط الوطنيه على كتفه وقاعد بيتفرج على ماتش للاهلي، كان سهل قوي انه يتفرج في بيتهم او انه ما يروحش او انه يعني عنده عذره. كابتن طارق سليم في عز مرضه وهو بيشارك في كل فعاليات النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب في عز المه ومرضه برده كان في نفس الوقت بيوقف مش سايب الاهلي. فاحنا يعني نفسنا نبقى حاجه، يعني جزء من الكيان دوت، سواء كأعضاء كجماهير كمحبين. فيعني هي دي حياة الأهلي بالنسبة لنا، حياة. هو احنا طول عمرنا مرتبطين بالنادي الاهلي، بس في تقريبا اخر سنتين ارتباطنا زاد بطريقه كبيره جدا. يعني انا كنت ممكن اقعد ما اجيش النادي بالشهر بالشهرين، ولما اجي اقعد في الجنينه شويه نص ساعه ساعه الا ربع عشان الولاد يلعبوا في الكيدز اريا وشكرا على كده. بس في الفتره الاخيره مثلا اخر سنتين لا بقى في فعاليات للشباب، كله بيسابق عشان خاطر يعني يشارك في اي حاجه ترفع اسم الاهلي، وكلنا بنتمنى كده. انا دلوقتي ممكن اجي النادي مره واثنين وثلاثه في الاسبوع، واحيانا بيبقى الاسبوع كله. بندور على مشاركه نشاركها، بندور على عمل خيري من الاعمال اللي النادي بيعملها عشان نحط نفسنا فيه. احنا عايزين نخدم الكيان، عايزين يعني اسمنا يرتبط باسم النادي الاهلي. انا حاليا بقى لي اصحاب كتار جدا في الفترة الأخرانية، يعني فعلا حتة عيلة الأهلي لا بقت موجودة مش كلام. أنا كان الأول ممكن أجي اتنين تلاتة أقابلهم صحابي اللي هو كنت بشوفهم من فترة، إزيكم عاملين إيه، ما فيش الوقت، ما فيش الارتباط اللي كان موجود. دلوقتي لا، إحنا اتجمعنا على حاجات كتير جدا، مشاركة في دورات رمضانية، لمة شباب كتير جدا، كله بيسعى، يعني كلنا تقريبا اللي طلبة اللي مهندسين اللي دكاترة اللي محامين، كلنا بنوفق مع بعضينا، بنتصل ببعض، انت فاضي النهارده؟ لا انا اروح، لا انت مش موجود النهارده، احمد موجود. بنحاول نوفق الموضوع ده بحيث ان احنا كلنا نبقى متواجدين. كلنا نفسنا نخدم، كلنا نفسنا نشارك في كل الفعاليات، وبصراحه الفتره الاخرانيه بقت اتاحت لنا الفرصه ان احنا نبقى متواجدين. انا مع الوقت بعد ما كنت باخدهم عشان نروح النادي، يلا عشان نروح النادي ونظام رايحين فسحه، لا خالص ما بقاش فسحه، احنا رايحين بيتنا، احنا رايحين. الولاد دلوقتي اليوم اللي ما بنجيش في النادي بيبقى زعل، سواء انا او مراتي او والد مراتي ووالدتها اخواتها، كلنا بقينا مرتبطين بالنادي اكتر من الاول 5 6 مرات. انا بتكلم كعضويه، انما كانتماء لا، احنا طول عمرنا مرتبطين بالنادي. عائلة الأهلي بالنسبة لي هي الأسرة الكبيرة، يعني ما بقتش الأسرة بس الأب والأم والزوجة والولاد، لا بقت عائلة الأهلي، بقت الملاعب، الصحاب، الإدارة، العمال اللي موجودين في النادي، الشجر اللي في النادي، هي دي. يعني احنا انا حاسس ان احنا بين أسرة واحدة من أصغر حد لأكبر حد، مفيش تكبر، مفيش حد ما بيسمعش، مفيش حد ما بياخدش مثلا ملاحظاتك في الاعتبار، وده اللي احنا عايزينه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا فخور بالنادي الاهلي بطبيعتي، انا واسرتي واولادي الصغيرين واولادهم كمان لما يجي، ودي حاجه، ده شرف لينا ان احنا اسمنا ينتسب للنادي الاهلي.
شكرا لكل الناس اللي قابلتهم، شكرا لكل الناس اللي بتتعاون معانا، شكرا لكل الناس اللي يعني افسحت لنا المجال ان احنا نشترك. وما ينفعش ان احنا نقول ان احنا بنخدم النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي هو اللي بيخدمنا. احنا يعني نتشرف ان اسمنا يبقى جنب اسم النادي الاهلي. محمود سيد جمعة، عندي 25 سنة، شغال في مجال الشحن الدولي. ارتباطي في النادي أو ارتباطنا في النادي عامة جاي من جدي. جدي من زمان، من السبعينيات مثلا، من الأوقات دي كلها في النادي، بيساعد في النادي في أي حاجة هو يقدر يعملها، في إيفنتات مثلا، في انتخابات، تنظيم الحاجات النادي بيحتاج فيها، تنظيم بيحتاج فيها ناس من أولاد النادي يعني. كان جدي على طول بيلبي ده، على طول موجود في النادي. وبعد كده والدي برضو سلام الرايه من جدي، وكان بيلعب هاندبول هنا في النادي، قعد فتره كبيره يعني بيلعب هاندبول. وبعد ما خلص الهاندبول والرياضه وكده، برضو لو في اي حاجه تبع النادي، اي حاجه النادي بيطلبها، بيبقى من اول الناس يعني اللي يقدر يخدم بيها النادي. كان نشأتي انا بقى في النادي من وانا صغير، عندي تقريبا 4-5 سنين. جيت لعبت سباحه، قعدت تقريبا سنه او سنتين بلعب سباحه. بعد السباحه طبعا عشان والدي بيلعب هاندبول وكده، فكان لازم ايه ان انا اخد الرايه برده واكمل هاندبول. قعدت تقريبا 8 سنين او 9 سنين بلعب هاندبول في النادي الاهلي، اخذنا بطولات كتير، وكانت من احسن الفترات اللي انا عشتها في حياتي يعني. اخر سنتين الفتره دي كان ابتدى النادي يجذب الشباب اللي هم يساعدوا في النادي، طبعا عشان الشباب هو المستقبل يعني. انت عشان تبني حاجه كويسه لازم تبنيها من الاساس من الاول كويس، عشان يقدر الشاب ده يطلع يقدر يخدم النادي، ويبقى النادي في تطور مستمر يعني، ما يخسرش. طبعا لما النادي عمل لجنه الشباب وقالت النادي وكده، الواحد كان حاجه يعني كان نفسه فيها، وحاجه يبقى فخور اللي هو يبقى وسط ناس جميله زي دي وشباب زي دي، بتحاول هي تساعد النادي على قد ما تقدر بمجهودها بوقتها باي حاجه يقدر الواحد اللي هو يقدر يدي بيها النادي. فطبعا كانت عيله او جو جميل جدا الواحد ينشئ فيها ويعمل فيها علاقات او صداقات، يبقى ناس كويسه اللي هم كلهم مجمعين على حاجه معينه، حب النادي. فالناس كلها كانت مجموعه كده. طبعا كان في ايفنتات بتحصل في النادي، في اعمال خيريه وايفنتات خيريه كانت بتحصل، فكان كله بيشارك بتنظيمه. فانت بتشارك لما المعاشره مع الناس بتعمل صداقات، لما انت يبقى النادي كلها صافيه والناس كله بيعمل مجهود على قد ما يقدر، فتلاقي الناس هنا كويسه، اللي هو لا انت ممكن تبقى صاحبي عشان كلهم ناس كويسين يعني، نضاف وكلهم مجمعين على حاجه معينه. قدوة كبيرة، الواحد بيتشرف اللي هو شاف يعني سمع يعني. كنت لسه صغير، كان جدي كان من الأصدقاء المقربين لكابتن صالح، فكان بيقعد يحكي لي على مواقفه وعلى المواقف اللي كان بيعملها النادي الأهلي، قد إيه هو كان بيضحي بحاجات عشان خاطر النادي الأهلي. فمن كتر ما الواحد سمع من جدي وإزاي النادي الأهلي دي حاجة عظيمة، وكابتن صالح سليم ده كان حاجة يعني راجل عظيم جدا، الواحد لازم يتخذه قدوة، عشان كان بيعمل كل حاجة كويسة عشان خاطر النادي الأهلي. عيلة الأهلي بالنسبة لي العيلة الثانية بعد العيلة الأساسية يعني. احنا عشنا مع بعض سنة ونص تقريبا، بنشوف قعدنا فترات بنشوف بعض أكتر ما بنشوف أهلنا، أو أكتر ما احنا بنرجع بيت يعني. في مثلا كان موضوع اللائحة الاسترشادية شاركنا فيها، كان كل يوم كل واحد بيروح يخلص شغله ويجي على النادي عشان يقدر ينظم ويعرف الناس قد ايه اللوحه الاسترشاديه دي هتبقى كويسه للنادي، او تقدر تفيد النادي اللي هو يدافع عن حقوقه، عن حقوق العضو قبل ما يكون بيدافع عن حقوق النادي نفسها. فالفتره دي كلها قعدنا تقريبا شهر، كان كل واحد بيخلص شغله ويجي على النادي، تروح تنام تصحى نفس حتى اليوم الجمعه تيجي تصلي الجمعه، تيجي تقف في البوث، بيبقى في بوث في النادي وتفضل واقف فيه عشان تقدر تساعد العضو ازاي يفهم اللوحه الاسترشاديه دي. كان في ايفنتات اعمال خيريه كان الواحد بيشارك فيها في تنظيمها، حفليه النجمه الرابعه وتنظيمها، وطبعا حاجه جميله جدا، الواحد بيبقى فخور جدا اللي هو بيبقى مع ناس وشباب، وفي من الصغير للكبير يعني، مش الشباب بس. فالشباب بكل واحد عنده خبره في حاجه بيعملها عشان بيقولها عشان يقدر يفيد بيها النادي.
عنده في حاجة في الماركتينج أو حاجة شكل معين، التنظيم، الاحتفالات، الختامات، الحاجات دي كلها، كل واحد عنده خبرة بيدلي بيها عشان يقدر يفيد النادي من ناحية التخصص بتاعه. أوجه كلمة قالت الأهلي، يعني أنا فخور جدا الواحد اتعرف على ناس جميلة جدا ومحبة ومخلصة للنادي الأهلي، وأتمنى الموضوع ده يستمر عشان خطر النادي الأهلي، عشان خطر إحنا نقدر نفيد النادي الأهلي. الشباب هو المستقبل، يعني على طول أي حاجة لما أنت بتنظم لها من زمان من فترة كبيرة إن هم يبقى فيه قيادات من الشباب دي تبقى قيادات في النادي الأهلي، هتبقى يعني لما واحد يبقى بيته أنت كده هتقدر يعني غصب عنك هتفيد النادي ده عشان ده بيتك، فأنت لازم تفيده ولازم تطور منه. محمود حسن، كلية الهندسة الجامعة الألمانية. أنا عضو في النادي الأهلي بقالي كتير جدا. بدايتي كانت إن أنا باجي يوم الخميس أو الويك إند نيجي نلعب كورة أنا وصحابي، أو ما كنتش أعرف حد، فكنت أروح ألعب كورة عادي جدا، وتعرفت هنا على ناس كتير جدا. على طول في ملعب التراب كل خميس أجي من غير ما أكلم حد ولا أسأل حد. ابتديت شوية ألعب بينج بونج، اتدربت قعدت فترة بلعب بينج بونج، وكان في يعني فترة كويسة جدا وتعلمت كتير جدا في اللعبة دي وبقيت متمرس جدا فيها. بعد كده بدأت أكبر شوية، بدأنا نقل لعب الكورة، بس بدأنا لسه بنيجي النادي بنتقابل على طول متجمعين، وبقى يعني ليا صحاب لحد دلوقتي فاكرين الذكريات دي. وكان ترند فعلا إن احنا كل خميس وجمعة نبقى قاعدين في النادي بنتقابل ونخرج ونقعد ونقضي يومنا كله والويك إند كله في النادي، فكان معروف جدا بالنسبة لنا الموضوع. ارتباطي جاي من الاثنين بصراحه، من وانا صغير بلعب في النادي كوره، وفي نفس الوقت انا مشجع كبير للنادي الاهلي على طول في الاستادات، على طول ليا ذكريات كتيره في الاستاد فعلا. من كتر يعني لما باجي الاستاد ليا ذكريات، اكبر ذكرى مثلا جون عماد متعب في ماتش سيو سبور مثلا، فعلا انا فاكر مواقف كتير حصل اليوم ده. منها مثلا كنت واقف في الاستاد وفي واحد في اخر، اول ما الاكسترا تايم جه او الوقت بدا ضايع، قال لي انا هخرج خلاص فقد الامل. فعلا قلت له استنى مفيش بتاع، قال لي لا انا ماشي. الجون جه فجاه لقيته بعديها جري ورجع المكان وقال لي ازاي وايه اللي حصل وبتاع، وكان يعني موقف ما يتنسيش. ممكن برضو موقف اخر ماتش لكابتن ابو تريكا، ماتش اورلاندو في ملعب المقاولين على ما اتذكر، ايوه، فكان ماتش ما يتنسيش والفاول بتاعه. لا يعني كان ماتش فعلا من المواقف ما يتنسيش ان انا روحت الماتشات دي فعلا. هو بداية الموضوع كان تلقائي عادي مننا كلنا كشباب، ان احنا بنحب النادي فجينا النادي نساعد النادي. احنا كل هدفنا ان يطلع منظر النادي بمنظر كويس. لما عرفنا ان في النادي بيمسك بطولة بداية من الفولي بنات ولاد والهاند، كان كل الشباب اتجمعت ان هي تحاول تشارك ان يطلع منظر النادي كويس، لان ده كله في وش النادي، فكنا عايزين منظر النادي يبقى كويس جدا. فكلنا اتجمعنا جينا النادي، ممكن ما كان في ناس ما تعرفش بعض وفي ناس كانت تعرف بعض، فكانت تيجي وتعبت وادت وقت كبير قوي للنادي وجت تنظم البطولات دي، واخدنا اكسبيرينس وفي نفس الوقت طلعنا منظر النادي بشكل كويس جدا. مش انا بس، كل الناس قالت كده وكل الدول اللي كانت منورانا قالت برضو كده، فدي ادتنا اضافه لينا احنا والنادي برضو استفاد. وفي نفس الوقت دي ادتني فرصه ان انا اكون في كاس امم افريقيا في مصر اللي هي كانت منظمه دلوقتي في مصر. يعني عائله الاهلي هي اغلبها شباب زي ما انتم عارفين، بس كلنا بنتجمع هنا لهدف واحد، وهو ان احنا نطلع شكل النادي بمنظر كويس، نطلع النادي منظره كويس وشكله كويس واحسن صوره. وفي نفس الوقت احنا بنتجمع هنا، احنا صاحبنا على بعض هنا وبقينا اصحاب هنا، ودايما بنتجمع هنا كل فتره. ممكن في رمضان بنفطر مره مرتين، غير رمضان برده بنبقى موجودين هنا متجمعين. فبقى هو ده بيتنا، هو ده حياتنا، مش بنيجي هنا نعمل حاجه ونروح، لا هو ده بقى بيتنا التاني. لو ما كانش بيتنا الاولاني، كان في ناس بتقضي يومها كله هنا من الصبح لحد بالليل، تخلص شغلها تيجي، فالتجمعات كلها هنا، كلنا اصحاب، كلنا اخوات، ما حدش فينا بيتاخر على حد. عمري ما طلبت من حد حاجه في العائله، عائله الاهلي عامه، واتاخر عليا في حاجه من اكبر واحد لاصغر واحد، ما فيش حد بيتكبر على حد، كلنا سواسيه. فالموضوع كان كويس، ما فيش حساسيه ما بين حد وحد.
عيله الاهلي احنا مش عايزين نقتصر على العدد دي، عايزين نزودها اكتر واكتر، وعايزين نبقى دايما صحاب اكتر واكتر، ودايما يزيد قعداتنا في النادي. احنا كده كده زياد يعني كتير بنقعد، بس عايزين نزودها اكتر. واحب اشكرهم جدا على كل الناس اللي تعاملت معايا، من اكبر واحد لاصغر واحد، فعلا فادوني في حياتي شخصيا وفادوني في الكارير بتاعي حتى في الهندسه، في منهم كتير جدا من غير ما اذكر اسامي يعني. فبحب اشكرهم كلهم، واحب يعني نبقى صحاب اكتر، والناس اللي ما اعرفهاش نبقى نعرف بعض اكتر. بس